ادي عندي الفراخ اللي احنا تبلناها مع بعض باسهل مقادير في الدنيا، وعندي مقادير التغليف لو نستسمح استاذ سباعي ينزلها لنا على الشاشه بحيث ان انتوا تبقوا عارفين انا ركبت ايه على بعض. كل مكونات التغليف حطيتها على بعض بقت عندي بالشكل ده. عارفين الاكياس الجاهزه اللي هي بتاعت الفراخ دي؟ نفس الفكر، يعني انا خلاص طالما استخدمت دي مش محتاجه ابدا ابدا اروح اشتري الكيس الجاهز او الخلطه الجاهزه. طيب انا هعمل كده بقى عشان عندي ثلاث مراحل، خلينا كده. طيب عندي ايه؟ هبص بس بصه هنا، عندي كده المسائل اللي ايه بيغلي ده. علي النار شويه، اوعي يا ندى نخرج من الحلقه من غير ما نجاوب على الاسئله. اوعي اكون فصلت وده عندي تمام. طيب بصوا بقى، انا اقدر اخد، ماشي شايفين الطبق ماسكه عليها ازاي؟ ركزوا بقى استاذ سباعي مركز معانا اهو. هنعمل ايه؟ الخلطه ما نزلتش، التتبيله ريحتها خطيره، هنشوف بعد كده اللي بعده. طيب هنزل في الدقيق واعمل كده، تمام؟ شايفين انا بعمل ايه؟ ما بضغطش، ما بعملش بانيه، انا بعمل طبقه كريسبي من بره تديني نتيجه حلوه. بعمل كده اهو واروح شايلاها من هنا. انا اقدر اقليها في المرحله دي، شايفين الكرمشه الكتير اللي موجوده هي دي اللي هتديني الكريسبي. طيب انا بقى عايزه ازود الكريسبي اللي بره واديله كده يعني تخانه من بره عشان ما يفكش معايا. اروح عامله ايه؟ ميه بتلج متلجه، يعني ميه كانت دي في الفريزر طلعتها قبل ما ادخل، اروح منزلاها كده شايفين الشكل عندي، واروح مرجعاها تاني. يا استاذه منال، يا صباح الفل على احلى الرضا. كتير الرضا والهنا والسعاده، الشياكه والحلاوه والديكورات الجديده دي يا رب يفرح قلبك ويكرمك. مختلفه خالص انت النهارده، ايه رايك؟ حلو طيب؟ عسل عسل عسل. ربنا يكرمك يروح يفرح. كنت عايزه اسالك بس، امبارح كان عندي نص خروف اللي هو القدام، تمام، حطيته في الفرن قعد حوالي 3 ساعات، حطيت فيه محشي ورق عنب وكوسه وفلفل والحاجات دي، ما شاء الله. المهم كل حاجه استوت جامد جدا. حلو. وبعدين جيت وانا بطلع، هو من بره مستوي كل حاجه بس من جوه من جنب العظم كله دم. طيب هقول لك على حاجه، الكتف او الفخذ بيبقوا عايزين نار هاديه. يعني انا كنت لسه عامله عند حماتي من كام يوم كتف ضاني برضو، بس قعدته 6 ساعات في الفرن على نار درجه حراره 120. 6 ساعات؟ اه والله 120. يعني لا ده انا كنت حاطاه على 200 بس انا حطيته 3 ساعات. لا جربي بقى. وبعدين من لقيته من بره استوى وخلاص هيتحرق مني. طب قولي لي انت غلفتيه بايه؟ انا حطيت يعني عليه ورق فوين عادي، وبعديها مثلا كده بساعه ونص شلته فحسيت ان هو كله خلاص يعني اتحرق كده مني. اهم حاجه ان انت هتسوي كتف او فخذ ان انت تقفلي عليه زي ما بنقفل ورقه اللحمه. يعني ان انت تكمري وخليه نار هاديه. تخليه نار هاديه وتبيه يتحمر هيبقى خطير، هيطلع معاكي حلو جدا. يعني لازم تقفليه كويس جدا حراره هاديه، سيبيه براحته ياخد حقه في السوا، بعد كده هيطلع زي الفل. طب الباقي اللي هو اللي عندي اللي فيه دم ده ممكن اعمل ايه؟ دخليه في عندك كيس حراري؟ عندي كيس حراري. هيطلع معاكي زي الفل، سيبيه مثلا ساعة ونص على 180 في كيس حراري هيطلع معاكي حلو جدا. واحط له بصل برضو وحاجات كده بصل عشان شوية صويا، شوية سكر بني لو عندك، معلقة عسل اسود، خلاص يبقى الموضوع لطيف جدا. ربنا يكرمك يا شيف توتة. وتسلم ايدك على الأكل الجميل النهاردة ده، حلو قوي فعلا. يا رب يفرح قلبك ودايما كده منوراني.